تمام ومرحبا بكم في الشانل اسمها باسيوني كويزين. اليوم باش نقدم لكم الريسيت نتاع كوكيز او كاكاوات اي بيبيت دو شوكولا. كوكيز بالكاكاويه والبيبيت دو شوكولا. بيبيت دو شوكولا دوما في ميزون. عندكم الريسيت aussi في الشين يوتيوب تنجم تشوفوها. هذوما فرانشمون باهيين للغوتي لصغيراتكم للبيكنيك للبوتي ديجوني aussi للصغار للومجا نتاعهم، واذا جاوكم حد تنجموا سي تعملوهم ولا تقدموهم سي كي تمشيو عند حد. فريمون ساهلين ساهلين على الاخر، ما يطلبوش برشا وقت. فوالا، اذا عجبتكم الريسيت ما تنساوش تشاركوا معايا في الشان اسما باسيونيت كويزين، تلايكيو الفيديو نتاعي، واذا قد عجبتكم وعملتوها ما تنساوش تبعثوا لي الرياليزاسيون نتاعكم. تابعوني aussi في الجروب اسما باسيونيت كويزين على الباج فيسبوك والباج انستغرام اسما ايفنتس. فوالا، السلام عليكم. مقادير عندنا 170 غرام فرينه، زدت لهم 5 غرامات من الخميره الباتيسري، خميره المرطبات. عندنا هنا 50 غرام كاكاويه محمره ومرحيه، مرحيه بالكدا اون بودر. فوالا، عندنا شويه فاني، نص مغرفه فاني، واللي ما عندوش هكا ينجم يعمل سكر فاني. عندنا هنا سكر اسمر، 50 غرام سكر اسمر، وزدت له 25 غرام سكر ابيض. السكر ديما حسب الذوق، انا هنا ما عملتش برشا، اللي يحب اكثر يزيد، انه فريمون انا ننقص خاطر فيه البيبيت دو شوكولا، واللي يحب زاد ينقص عليا انا ينقص. هذيك اون بانسي دو سيل، نفا ملح. فريمون هنا عندنا زبده، 140 غرام زبده بحراره الغرفه، برمو عظمه بيضه، 30 غرام من البات دو كاكاوات، هذه عجينه الكاكاويه انا خذيتها مشريه. فوالا، وان شاء الله بقدره ربي ناوي نعملكم ان شاء الله ان توتو للبار دو كاكاوات زبده الكاكاويه. عندنا هنا 100 غرام بيبيت دو شوكولا، عملت لكم الفيديو في يوتيوب هكا تلقاوها. عندي هنا التزيين حسب الرغبه، انا عملت جبت كاكاويه محمره، شويه كعبات بيبيت دو شوكولا خليتهم، وعندي هنا امانيمس، هذيا الحلوى الشوكولاته الكاكاوي، حلوى الكاكاوي اللي انغوبي بالشوكولاته. فوالا، هذوما حسب الذوق، اللي ما يحبش ينجم، واللي ما عندوش ينجم يخليهم من غير حتى تزيين، يجيو باهيين. فوالا، نبداو توكلنا على الله في الطريقه. اول حاجه نحط السكر، نزيد له البيغ دو كاكاوات، عجين الكاكاوية، نزيد لنا الزبدة، نزيد الفانيليا، نبدأ نحرك هكا. نجم تستعملوا الباتور الكتريك كيما تنجم تعمل هكا بال هذيا. هنا توا بعد ما خلطنا السكر والزبدة والباد دو كاكاوات، نزيد العظمة ونخلطهم كذلك، نزيد توا الكاكاوية اون بودغ، فوالا، ونخلط كذلك. محلاها ريحتها، الكاكاوية عندها ريحة كي تبدا محمرة، عندها ريحة تخبل ما شاء الله. فوالا، حركوهم هكا جوج بلاش يدخل. ونزيدو الفرينة، الفرينة أنا نغربلها ومخلطة فيها ال فيها الخميرة، فوالا، نغربلها هكا، نحطها كلها، البانسي دو سيل نسيت ما حطيتهاش، انا ماما نحطها مع الزبده والسكر في الاول، مي سي با غراف، هاني زدتها توا. فوالا، ونبدا نخلط هكا بشويه بشويه
المغرفة اللوح الأخرى المغرفة الأخرى ذيك الباتور ما عادش تستعملوا التوا تبدو هكا تدخلوا بشوية بشوية ولا حتى لين هكا فارينة تحرك معاه باش نزيد البيبي دو شوكولا نزيد البيبيت نتاعي توا نحركو هكا بشوية بشوية لين هكا الداخل باش ما نستعمل يدي باش باش تلاحظوا توا اللي البات فريمون طرية طرية على الاخر يعني توا في الوقت الحالي ما نجموش نخدموها انا هكا باش نحاول نعمل يعني نجمعها كلها باش نعمل كاين بول مي هي طريه طريه على الاخر سي نورمال يعني ما تخافوش لازمها نحطوها توا في الفريجيدير توا يعني ما فريمون حركتها غدو بلاش تدخل في بيت دو شوكولا نحطها توا في الفريجيدير حكيت نص ساعه سويعه انت والفريجيدير نتاعكم اذا فيت فيت ولا تشد روحها انا اون جينيرال نخليها نصيف ساعه تشد روحها ومن بعد جو فاسون لي كوكيز نتاعنا هنا بعد ما ارتحت في الفريجيدير فوالا انا توا طوعنا بالقدا نعمل نشكل كويرات لي بتيت بول باش نستعمل الميزان نتاعي نحبهم تبدا كل كعبه كيما اختها الكعبه تتوزن ابوبري 40 غرام أبخي أنتي وشنو تحب؟ تحبهم أكبر شوية تنجم تكبر تحبهم أصغر شوية أنا لقيتهم بالقدا 40 غرام هكا نكعبرهم الكل ومن بعد نزينهم طيب نحطهم الكل كعبر هكا هلا هذه المزين تاعي كما تشوفي ونكعبرهم هكا غير ما كويرات ما تفتحوهمش توا خاطر بعد التزيين وكي تحطهم على الفاي نتاعك اسباسي على خاطر هم بالكويسون بالتطيب من بعد باش يتحلوا باش يفون سابلاتيغ باش يتحلوا نكملوا العمليه هذيا للبات الكل فوالا نورمالمون البات تخرج لنا حكايه 15 مكعبه فوالا قبل ما تبدو التكوين نسيت ما قلت لكم مش نحط الفرن تاعنا على درجه 175 درجه شاليغ تورنونط الحراره اللي تدور في الفرن هذا ما كعبت الكوكيز بعد ما كعبرناهم ولا توا باش نبدا في الديكوراسيون باش نبدا من كعبه الكاكاويه نحطها هكا دوب بلاش نتكي عليها ونعمل هذه الكعبة بشكل خير نزيد لها كعبة بيبيت فوالا ونجي هكا نطرح شويه دوبلاش فريمون خاطر هي بالطياب من بعد باش تطرح بون نعمل زينه اللي بالليمنامس فوالا هكا نجم نعمل الوان زاد ونزيد نعمل هذه البيبيت بلون نطرحها دوبلاش باغي كيما الاخرى فوالا نعمل نفس العمليه الاخرى
ولا بعد ما زينناهم توا نحطهم في الفور على درجة 175 درجة ما بين 12 دقيقة و 15 دقيقة انتو كما تحبوا. انا يعجبوني كي يبدو كروستيزون فريمون و ميم طوم لازمهمش زاد الداخل تروك كروستيزون، لازمهم والو من داخل ومن برا كروستيزون. فوالا voilà.